علاش انا بلدها كامل كبار. يجيك تليفون خلاص. ها يجيك تليفون كامل يا فهمت عليك بلاش. من وين انت؟ انا من تكوع من فوق. من تكوع طيب في هون تو عامل من تضربوا حاجه انت علي كيف بدون كاميرا بدون تليفون؟ طيب اوكي كيف في تليفون خلص. طيب كيف في تليفون؟ الناس بدهم يعرفوا يعني الطريق لأمتى بدها تضل مسكرة. الطريق هذا بشكل قانوني أي حدا بحق له إنه يمرق من هون وبشكل قانوني، شو المشكلة؟ بالقانون بطلع لي أنا أمرق ولا لا؟ سمعت عن عمل التخريب اللي صار؟ بس سمعت قبل أسبوع. لا اليوم؟ قبل نص ساعة. أنا ما سمعت قبل نص ساعة بعرفش. سيارات مرخين في أمان الله خبطوا عليهم حجارة، خمس سيارات كسروا القزاز تبعهم. مش حرام؟ مش عيب هذا؟ مش عيب هذا الشغل؟ انت مزح سيارتك لانه شايف انت حالك عم تغلف على السيارات. انت مسكر زي حال بعينك خلي السياره تمرق.